مساء الخير متابعينا الكرام، متابعي صفحة وموقع جريدة الدستور عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. معكم إسلام نبيل، مدير مكتب الجريدة في محافظة قنا. طبعا احنا النهاردة معاكم في جولة جديدة من جولاتنا، جولات البث المباشر عبر صفحة جريدة الدستور، عبر صفحتنا الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. النهاردة بنتكلم معاكم عن حادثة الحقيقة يعني قد تكون فريدة من نوعها والأولى من نوعها في محافظات الصعيد المختلفة، محافظات الصعيد تحديدا وخاصة محافظة قنا. طبعا في محافظة قنا وتحديدا بمركز ومدينة دشنة شمالي محافظة قنا، منذ تقريبا 48 ساعة الحقيقة استقبلت مستشفى دشنة شابا متأثرا بسقوطه من أعلى منزل. طبعا الشاب وصل لمستشفى مدينة دشنة، وأثناء إجراء الإسعافات الأولية للشاب وأثناء علاجه داخل مستشفى مدينة دشنة المركزي، توفي الشاب متأثرا بإصابته بسبب سقوطه من أعلى منزل في مركز أو في إحدى قرى مركز ومدينة دشنة شمالي محافظة قنا. طبعا حرر المحضر اللازم في مركز شرطة مدينة دشنة شمالي محافظة قنا، وبدأت جهود الأجهزة الأمنية والنيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة الأليمة التي كان بطلها شاب توفي بسبب أو متأثرا بإصابته بسبب سقوطه من أعلى منزل في مركز ومدينة دشنة شمالي محافظة قنا. طبعا جهود الأجهزة الأمنية وتحقيقات الأجهزة الأمنية كشفت مفاجآت صادمة كشفتها التحقيقات في مركز ومدينة دشنة شمالي محافظة قنا. المفاجأة كانت هي أن زوجة الشاب المجني عليه، زوجة الشاب المتوفي، هي المتهمة. المفاجأة التي كشفتها التحقيقات اللازمة أو تحقيقات الأجهزة الأمنية وتحقيقات النيابة العامة كانت أن الشاب تم إلقائه من أعلى منزل في إحدى قرى مركز ومدينة دشنة شمالي محافظة قنا. لم تكن هي المفاجأة الأولى، ولكن المفاجأة الأهم والأكبر والمفاجأة الصادمة في محافظة قنا كانت هي أن المتهمة في هذه الواقعة هي زوجة الشاب الذي توفي مقتولا على إثر متأثرا بإصابته من أو بسبب سقوطه من أعلى منزل في إحدى قرى مركز ومدينة دشنة شمالي محافظة قنا. زوجة الشاب هي المتهمة التي كشفتها أو في المفاجأة التي كشفتها تحقيقات رجال المباحث ورجال الشرطة في مركز شرطة مدينة دشنة شمالي محافظة قنا وتحقيقات النيابة العامة. كانت طبعا البطلة في هذه المفاجأة هي زوجة الشاب المتوفي، زوجة الشاب المجني عليه، حيث أن زوجته هي من أنهت حياته بإلقائه من أعلى المنزل، حيث سقط قتيلا من أعلى المنزل متأثرا بإصابته من السقوط من أعلى المنزل في إحدى قرى مركز ومدينة دشنة شمالي محافظة قنا. طبعا المفاجآت عديدة في هذه الواقعة، المفاجآت عديدة في هذه الحادثة، المفاجآت كبرى الحقيقة. طبعا السيدة منذ أن توفي زوجها طبعا كانت بتعيط عليه، كانت بتبكي عليه على وفاة الزوج، على وفاة الشاب، وسط أصدقائها، وسط أقربائها، وسط أهالي القرية، وسط أهالي قريتهم، كانت بتبكي عليه زي الناس، كانت بتقول إن هو زوجها مات، كانت بتعيط على وفاة الزوج الذي
سقط قتيلا على إسر أو متأثرا بإصابته بالسقوط من أعلى منزل في إحدى قرى مركز ومدينة دشنا شمالي محافظة قنا. وزي ما بيقول المثل في محافظات الصعيد المختلفة، زي ما بيقول المثل تحديدا في محافظة قنا، الحقيقة في مثل بيتقال هنا دايما في محافظة قنا ومحافظات الصعيد المختلفة، إن قتلوا ومش في جنازته، ولكن في هذه الواقعة زوجته هي اللي قتلته ومشيت في جنازته، بل عيطت عليه على وفاته، عيطت على وفاته في الجنازة ووسط الأصدقاء ووسط الأقارب ووسط الأهالي في إحدى قرى مركز ومدينة دشنا شمالي محافظة قنا. طبعا الناس اللي لسه بتدخل معنا جولة البث المباشر، متابعينا الكرام، متابعي صفحة وموقع جريدة الدستور عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، هنسرد لحضراتكم الحادث من جديد، هنسرد لحضراتكم المفاجآت الصادمة التي كشفتها التحقيقات اللازمة أو تحقيقات رجال المباحث وتحقيقات النيابة العامة في مركز ومدينة دشنا شمالي محافظة قنا، مفاجآت صادمة وكبيرة هنا في محافظة قنا وتحديدا بمركز ومدينة دشنا شمالي محافظة قنا. منذ ساعات قليلة وتحديدا ما يقرب من 48 ساعة استقبلت المستشفى، مستشفى مدينة دشنا، شاب مصاب بكدمات وكسور عديدة وبنزيف في المخ بسبب سقوطه من أعلى منزل، وطبعا دخل المستشفى وتوفي داخل المستشفى أثناء علاجه من قبل الفريق الطبي متأثرا بإصابته بالسقوط من أعلى المنزل. طبعا استمرت التحقيقات، بدأت تحقيقات النيابة العامة وتحقيقات رجال المباحث الجنائية والتي استمرت لما يقرب من يومين. خلال اليومين دول يعني اكتشفوا مفاجأة صادمة، مفاجأة كبرى الحقيقة في مركز ومدينة دشنا وتحديدا في هذه الواقعة الأليمة. المفاجأة بتتمثل بأن المتهمة في هذه الواقعة هي زوجة الشاب المجني عليه، زوجة الشاب المتوفي، حيث اكتشفوا أن الشاب رمته زوجته، رمته مراته من أعلى منزل في مركز ومدينة دشنا شمالي محافظة قنا. مراته اللي دفعته من أعلى المنزل ليلقى مصرعه. طبعا المفاجآت كانت كثيرة وعدة، زي ما قلنا لحضراتكم المفاجآت كانت مختلفة وكانت كبيرة. هذه المفاجآت الكبيرة التي بتتمثل في هذه الواقعة كانت عبارة أن الزوجة المتهمة التي أنهت حياة الزوج بإلقائه من أعلى المنزل عيطت عليه وبكت عليه وجلست وسط الأصدقاء والأقارب والمعارف والأهالي وهي بتعيط وهي بتبكي على زوجها اللي تم إلقائه من أعلى المنزل. والحقيقة زي ما قلنا منذ لحظات قليلة إن المثل الصعيدي بيقول يقتل القتيل ويمشي في جنازته. الحقيقة مراته قتلته ومشيت في جنازته وعملت له جنازة وعيطت عليه وبكت عليه هنا في إحدى قرى مركز ومدينة دشنا شمالي محافظة قنا. زي ما قلت لحضراتكم أن المفاجآت صادمة في هذه الواقعة الأليمة التي شهدتها مدينة دشنا شمالي محافظة قنا. هل دي هي دي زي ما قلنا في عنوان البث المباشر أخرت العشرة؟ متابعينا الكرام، متابعي صفحة وموقع جريدة الدستور عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كنا معاكم بنسرد معاكم هذه الواقعة الأليمة التي بتتمثل في قيام سيدة بقتل زوجها بإلقائه من أعلى منزل في مركز ومدينة دشنا شمالي محافظة قنا. وخلال الساعات الماضية قبل أن تتوصل النيابة العامة وقبل أن تتوصل جهود رجال المباحث ورجال الشرطة للمتهم في هذه الواقعة، كانت بتعيط عليه وبتبكي عليه، بل إنها كمان كانت بتمشي في جنازته. متابعينا الكرام، متابعي صفحة موقع جريدة الدستور بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كنت معكم أنا إسلام نبيل مدير مكتب الجريدة في محافظة قنا. انتظرونا خلال الجولات القادمة من جولات البث المباشر، ودمتم بألف خير وخير.